السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم جوائز يو اونلاين. اليوم حنحكي عن ترتيب الوجبات في رمضان او كيف يكون ترتيب وجبه الافطار في رمضان. يعني ممكن ابدا صيامي في اني اكل تمرتين بعض الميه او اشرب اللبن، بعد كده حبدا بصحن شوربه صغير، وبعدين اهيئ معدتي بصحن سلطه تحتوي على الياف بنسبه كويسه على اساس اني اهيئ معدتي للهضم وهيئ معدتي لاول وجبه بعد صيام 15 ساعه او 10 ساعات حسب البلد اللي انت فيها. بعد ما اكل السلطه هاكل البروتين، والبروتين مهم انك تاكله لانه هيحسسك في الشبع ومش هيخليك تتجه للكربوهيدرات بشكل كبير، لكن لازم يكون برضو في كربوهيدرات في وجبتنا. لما انت تاكل وجبه متكامله متوازنه زي هيك بالترتيب هذا، انت هتخلي حيز للالياف اللي هي السلطه، وهتاخد البروتين حيز اكبر، بعد كده هتاخد كربوهيدرات قليله، وبالتالي مش هتاكل بعد كده الحلويات والسناكات الموجوده. طيب سؤال اليوم، كم سعر حراري في التمره الواحده؟ وما تنسوا انه برنامجنا برعايه موقع يو اونلاين، موقع يو اونلاين موقع تواصل اجتماعي حول العالم، تقدر تتواصل انت واصدقائك حول العالم من خلال موقعنا، وما تنسى انك تسجل في الموقع وتنزل التطبيق. خليكم ذاكرين، كل يوم في نصائح جديده وجوائز عديده مع يو اونلاين. السلام عليكم.